هل المفطرات تفسد الصيام إذا وقعت على وجه السهو وعدم القصد؟ المفطرات المذكورة وهي الأكل والشرب والجماع وتعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة على الأحوط، أو تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين في الحلق على الأحوط، أو البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، أو إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال نزوله، وأيضا الاحتقان في الماء وتعمد القيء. هذه المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم تبطله إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما إذا وقعت على وجه السهو وعدم القصد فلا تفسد الصوم من دون فرق ما بين جميع أنواع الصوم، سواء كان واجب معين مثل صوم شهر رمضان، أو موسع مثل صوم الكفارة، أو صوم مندوب أي مستحب. فلو أخبر الشخص عن الله سبحانه وتعالى ما يعتقد صدقه فتبين كذبه لا تفسد الصوم. فلو الشخص أتى بجملة أخبر من خلال جملة وقال بأن الله سبحانه وتعالى مثلا قال في كتابه العزيز أو في حديثه القدسي، وكان هو قاصدا للصدق، لكن تبين أنه الجملة التي أتى بها لم تكن آية قرآنية، الحديث اللي نسبه للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن حديثا نبويا وإنما كان كذبا، هذا ما يبطل الصوم. كذلك أيضا لا يفسد الصوم إذا كان ناسيا لصومه فتناول شيئا من المفطرات. فلو شخص كان يعتقد أنه مو صائم، يعتقد أنه مفطر، فتناول شيئا من المفطرات ناسيا لصومه، ناسي بأنه صائم، أيضا هذا لا يفسد الصوم من دون فرق ما بين جميع أنواع الصوم، واجب معين أو غير معين، موسع أو مندوب. كذلك أيضا لو تناول شيئا من المفطرات قهرا من دون اختيار، كما مثلا لو فتح فم الصائم عنوة وأدخل المفطر الماء أو الأكل في جوفه قهرا، أيضا هذا ما يبطل الصوم.